وجه كلمه لطارق حامد في عيد ميلاده. كل سنه هو طيب طبعا، واحسن خط نص في مصر، وربنا يكرمه ان شاء الله الفتره اللي جايه. اولا انا اهلاوي، اهلاوي جدا، بس بقول لك كل سنه وانت طيب، ان انا بحب رجولتك في الملعب. انت لاعبي فكرنا بالجيل القديم، الرجوله والقلب اللي كانت في الجيل القديم. طارق حامد برنس المنتخب، وربنا يخلي لنا نادي الزمالك. اقول لكم سواء طيب برضو بمناسبه عيد ميلاده وكده، وان شاء الله باذن الله يعني يدعم ويفيد منتخب مصر الفتره الجايه باذن الله. احب اقول له كل سنه طيب يا اكبر محارب في مصر. اقول له كل سنه طيب، واستاذ طارق حامد دوت حبيبنا كلنا، يعني من احسن لعيبه في المنتخب، وملتزم ولعيب محترم طبعا، وربنا يكرمه كده ونشوف الاحسن باذن الله. هو لاعب محترف الصراحه، ده اللي زي طارق حامد ده يحترف بره على طول. يعني رغم ان انا اهلاوي يعني، بس انا بشوف في رجوله في المنتخب، كنت بشوفها في الناس القديمه يعني، بشوف في فوق الجمعه. طارق حامد من اللعيبه اللي بتمشي على مستوى ثابت بقاله 4 سنين الحمد لله، يعني احسن لاعب خط وسط يمكن من ساعه ما احنا موعين على الكوره بصراحه.